السلام عليكم، مرحبا. نصحح الفرد الثاني في مادة الرياضيات المستوى الأول ابتدائي، أتمم الرسم أو أكتب العدد المناسب. لدينا هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هنا 7 أشكال، منها مربعات ومثلثات. هنا لدينا 6 مثلا، نرسم أشكال معينة، مثلا نضع فقط مربعات. ستة أشكال. هكذا رسمنا 6 أشكال. هنا 8 أشكال. يعني لدينا 4 ونضيف 4 وردات. كذلك الوردة الثانية. ثم الوردة الثالثة. ثم الوردة الرابعة. بعد ذلك لدينا هنا أشكال، 5 أشكال. ينقص هنا 2 فقط، إذن نرسم دائرتان. أصل كل عدد بالكتابات الجمعية المناسبة له. 9 زائد 0 يساوي 9. 4 زائد 1 يساوي 5. 4 زائد 2 يساوي 6. 6 زائد 3 يساوي كم؟ يساوي 9. 7 زائد 2 يساوي كم؟ يساوي 9. 2 زائد 3 يساوي 5. 5 زائد 1 يساوي 6. ثم أخيرا 5 زائد 4 يساوي 9. الآن مع التمرين الثالث، ألون حساب العدد المكتوب أو ألون حسب العدد المكتوب عفوا ألون حسب العدد المكتوب. هنا مكتوب لدينا 4، إذن نلون 4. لدينا هنا 4، إذن هذا هو العدد 4. 1، 2، 3، 4. يعني هذه هي 4. 1، 2، 3، 4. بالنسبة لهنا عندنا 7. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة،
خمسة، ستة، سبعة. هنا لدينا تسعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة.